عليكم، لاباس عليكم، بخير، صحه لاباس. مرحبا بكم في قناه سميره حديثه الطبخ والحلويات. ان شاء الله غنقدم لكم هذا الدجاج اللي بالطريقه المقرمش اللي بالطريقه ديال كي اف سي، وعطريه سبيسيال ديالو. كنتمنى انه يعجبكم. انا ديجا مقدمه لكم واحد، ولكن هذا نزيدكم، هذا حتى هويا ديجا مقدمه واقيلا جوج دو غوسي، وهذا ولكن راه واحد تنسيكم لاخر، وهذا حتى هو رائع بزاف. لاباس عليكم، بخير، صحه لاباس. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم البولي كي اف سي، الدجاج ديال كي اف سي. انا دايراه معكم بواحد الطريقه تجي رائعه، ودابا غنديرو معكم بطريقه اخرى اللي تجي هي هائله. دونك نعطيكم المقادير، كل حاجه بوحدها. دونك عندنا معلقه كبيره ديال التحميره. هاد الدجاج راني عطيته في لالا مولاتي مع سناء الكناني، مع الحبيبه سناء الكناني الاخت الغاليه. دونك انا تسميتو انا قدمته لكم دابا. دونك قلنا معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال بودره تشيلي، معلقه ديال بيمونت كاي ديال البيمونت جامايك. كلشي عارفها، كلشي تيعرفها البيمونت جامايك. معلقه ديال البازيليك، معلقه ديال الثومه بودره، معلقه ديال البصله بودره، معلقه ديال لوريغون الزعتر، معلقه ديال المريميه، هذا سميتو ديال المريميه، ومعلقه ديال الصوجا. يبقى واحد العود. دونك معلقه البزار، ومعلقه ديال الملحه ديال الكرافس، الملحه ديال الكرافس تنسميوها لو سيل سيليغي. هيا الا ما عندكمش، انا تندير ليها، انا تنشد عندي الكرافس يابس مطحناه بودره وتنخلطو مع شويه الملحه. فوالا، دونك غنشد هذا الخليط هذا كله غادي نطحنو. دونك قلنا نعاودو المقادير. دونك معلقة ديال التحميرة، معلقة البزار، معلقة البازيليك اللي هو الحبق، معلقة ديال الزعتر، معلقة ديال بودغ تشيلي، معلقة ديال السالمية، معلقة ديال مرد الدوش أولا المريمية، كل واحد شنو تيقول ليها. عندنا البيمون جامايك تاهي معلقة، الملحة ديال الكرافس، دونك الملحه ديال الكرافس، والبصله بودره، والثومه بودره. دونك هما هادو غادي نمشي نطحنهم ونتلاقاو. ما خلطنا الخلطه تتولي لنا هكا، هذه هي الخلطه السريه اللي تتولي عندنا. وصدقوني هاد الدجاج هذا راه تيجي هائل بزاف. دونك ناخذو عندنا كميه ديال الطحين، ناخذو معلقه من ديك غادي نضيفوها هنا، غنضيفو الملح الكافي. ما تنساش حنا دايرين الملح ديال الكرافس، وعندنا معلقه ديال الكاسوناد السكر البني. هاكا غنخلطو هاد الشيء هذا، نزيد شويه فوالا. هاكا غنخليوه هاد الدقيق، غنخليوه دو كوتي. دونك غنرجعو لهاد الدجاج، الكمية ديال الدجاج ديالنا. دونك غنرجعو للكمية ديال الدجاج، غنديرو ليها العطرية، غندهنوها كلها بهاد العطريه، وغادي نخليوها تمارينا حتى نبغيو نطيبوها. وهاد العطريه اللي غتبقى لكم ديروها في قريعه وكتبوا عليها السميه بليتيكيت، كتبوا عليها بان ديال الدجاج المقرمش، اولا كتبوا عليها نتوما اللي عجبكم.
فوالا دونك دابا غادي نخليه يتمارينا واحد ساعه. دابا هذه 11 ونص دونك حتى الوحده، اليوم غير السبت دونك حتى الوحده ان شاء الله، وعاد نشدوه باش نطيبوه. دونك من بعد ساعه ولا ساعه وربع ديال المكانه دونك غناخذوا الدجاج. عندي هنايا جوج بياض تاع البيض اللي طربتو بالفرشيطه دونك غندوزو باردون ندير لكم هنايا فوالا. دونك غندوزو الدجاج في البياض تاع البيض وغادي ندوزوه في داك الدقيق، وحنا تنزلو عليه الدقيق تلبسوه مزيان بداك الدقيق تنوركو باش يتلبس به فوالا. حتى نكملو الكميه ونخليوه يرتاح مازال واحد ربع ساعه باش داك الدقيق يبس فوقو ينشف. ماشي غير تخشيو في الدقيق وتهزوه، خليو داك الدقيق هكاك فوقو، الكميه تاع الدقيق تكون كثيره فوقو. دونك انا غنكمل هاد المقادير اللي عندي كلهم ديال الدجاج، هانتوما شوفوا تنهز الدجاج وتنحطو عليه. دونك ندوزو القلي ديالنا ها هو من بعد ما درتو كله في الدقيق. دونك انا دابا غنسخنت الفريتوز، خاصها تسخن مزيان وعاد غنحطو فيها نتلاقاو ان شاء الله من بعد. الزيت ديالنا راه سخن دونك غادي نحط الدجاج هكذا. خاص الزيت يكون سخون بزاف حيت من بعد ملي غادي تحمر لينا هاد الدجاج حطو غير القياس، ما تحطوش كثير باش ما يلصقش على بعضياته ويطيب لكم جنب وجنب لا. دونك انا درت ثلاثه كافيني باش هانتوما شفتو. دونك يعطيني البلاصه شويه، غادي نزيد هنايا وحيده صافي، وغادي نسد عليه ونخليه يطيب شي شويه غير شي شويه، وغادي نهز الغلاقه. ملي غنشوفو تحمر غادي نقص العافيه. دونك هذا هو هذا السر ديال الطياب ديال الكايفسي. دونك هانتوما شتو دغيا تيتحمر لي داكشي باش تعطيني ديك القرمشه. الوغ ملي غنشوف لا دوغيغ ديالي وصلت لذاك اللون اللي بغيت غادي نقص عليه ونغطيه ونخليه يطيب. هانتوما دابا شوفوا شفتوا اللون كيفاش ولا. دونك دابا غادي نقص عليه باش يطيب ليا من الوسط. غادي نقص لا فريتوز، نقص الحراره فوالا ونخليه يطيب على خاطر. وصدقوني راه ما تيتحرقش. هما ديروا ليهم مشواق، تحيدوهم ديروا دي مشواق دي بابي كويزين وديريهم. ها انتما انا قسمت هذا باش تشوفوه، ها انتما كيفاش تيطيب. ها انتما كيجي هائل المهم بصحتكم، نتمنى انكم تجربوهم. دونك انا نكمل الطياب ونتلاقاو في التقديم. دونك هانتوما المقبلات اللي قدمت لكم، قدمتهم عاوتاني مع بطيطة وغديت غداتي. دونك هاهما يا الدجاج ديالنا الكي اف سي المقرمش والمقبلات اللوبيا وليزيبيناغ. ايوا بالصحة والراحة. دونك البولي ديالنا هو هذا الدجاج كي اف سي ها هويا، نتمنى انه يعجبكم لي فريمون فريمون تيجي رائع بزاف عاد، نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. فوالا